بالنسبه فين وقع هذا الحادث الزنقه اللي فيها كاينين جوج كاميرات، كاينه كاميرا كتشوف لهاد الجهه وكاينه كاميرا ديال مول الحانوت كتشوف لهاد الجهه. يعني الا بغاو يمشيو البوليس يشوفوا الكاميرات يعني يعاود يرجعوهم للور يشوفوا الناس هادو شكون اللي دار هادشي غيلقاو كلشي شنو وقع. دابا هادشي اللي كاين دابا واحد الجماعه دابا اللي كانت الفوق غيكون في عمرهم دابا 15 عام صاحبي باقي بنادم صغير باقي ما عارف والو باقي ما شاف عارف الحياه والو كيبدا بهذا الشيء هذا. الناس نعيشوا خويا كنا نعيشوا واحد اللحظه ان الانسان تلقى هو 8 نفوس ل 10 نفوس ورغم ذلك تلقى الانسان انه كل شيء مربي. دابا الانسان ولا تيولد واحد جوج بدون تربيه، الدري باقي صغير في الزنقه، الدري ما عليه لا مراقبه لا والو، الدري في الليل خارج بالنهار خارج اش يدير؟ فين المراقبه ديال الابويه؟ ما كايناش خويا. المشكل دابا كما قلنا ولادو طلق راه مابقاتش خدامه في هذا الوقت هذا، لان هادو ما كيحشموش. حنا كبرنا مع الدراري في الزنقه كانوا ديرهم حلولين ملي كان هادشي بلوك، كان الاحترام، كان ولد الدرب لا شافني كندير شي حاجه كيضربني، وكنت كنطلب ونقول الله يرحم الوالدين ما تقولهاش للدار اضربني، ولا قال للدار غيزيد يضربني ويقولوا لي واش ضربتيه؟ يقول لي اعطيته، يقول لي لا كنتي تزيدو. دابا لا، دابا الضربه يقول لك ما تضربش يا ولدي انا خاسر عليه دم جوفي. وهذا الولد هذا كيدير هذا؟ غيخرج لك انجينير هذا؟ غيخرج لك دكتور هذا؟ اش غيخرج لك؟ وراه حباس راه عمره المدارس راه مابقاوش باغي يقراو. واخويا شوف حلول الناس خاصو يطرحوا يديروا واحد الخليه ويشوفوا هاد الشباب هذا شنو غيديروا ليه؟ واش يبنيو التيرانات؟ يوجدوا المكونين؟ يعطيو حلول؟ لان الا بقى هادشي كيماش نهار غتفرقع على تفرقعات الله يستر. انا مع ذاك انا ما غنكونش هنا ما نكذبش عليك، انا هادشي اللي شفتو خلعني. هادشي انا بان لي كيبان لي في الجزيره، انا داكشي ديال بغداد وحق الله العظيم ما كنكذبش عليك. ترى بنادم بالجناوه اش غنقول لك؟ سيوف هادشي عمري شفتو انا وكيضرب في الجاج وواحد هربان والاخرين تابعينهم. وواحد الوقت اخويا تيبان لك عاوتاني ملي مشاو هادو والاخرين خرجوا. يعني شي جبد شي وشكون اللي مشى فيها؟ مشاو فيها هاد الناس مساكن اللي مقارين الطوموبيلات ديالهم ما داروا والو. يسال الاباء هما اللي كيقولوا. يسال الاباء، شوف راك تعرفوا الوقت كيفاش دايره والمغرب كيفاش غادي. يعني ولادكم الا بغيتوا ولادكم ما يمشيوش في هاد الطريق حدي ولادكم عرفوا واش كيدير. والانسان ما يبقاش طالق في الزنقه، راه الزنقه راه ما غيجي منها غير الحوايج خايبين. اول حاجه غيتبلى لك، الا ما تبلاش لك غادي يدير في هاد الحوايج بحال هادو مع وحدين اخرين وشي كيزعم شي. يعني خاص الانسان يربي ويحضي ويحاول يدير المجهود ديالو ويمشي يراقب في المدرسه اش كيدير الدري، ولا عزيز عليه كوره يمشي يدخلو شي سونتر فيه كوره يتابعو. يعني خسر عليه ويا وقته، خسر عليها وقته ماشي حتى الفلوس، خسر عليها وقته باش داك الدري يكبر حتى هو صالح ويعطي للوطن شي حاجه. اما هذا الطبقه هذه اللي خليتها هادي غتخرج خاسره، هادي اش غتعطي للوطن؟ هادي غتخسر، هادي غتزيد تخسر. ولا هاد انا كنظن واقيلا راه ماشي هاد الحي، واقيلا راه الدار البيضاء كلها مشات بحال هكا. كما قلت للاصدقاء ديالك في الصحافه ان خويا الجمهور هاد الاطراس اخويا مع ديك الخمسه انا مريح في القهوه تيبان لي تقريبا شي 2000 واحد اللي داز من هاد الشارع. 2000 واحد اللي داز، وعندي فيديو تيوثق ذلك بانهم مشاو وفي الروتور ديالهم اخويا. وفي الروتور ديالهم انهم بداو يدخلوا الزناقي وتهرسوا في السيارات. هذه السياره ديال الاخ ديالي انا تكسر ليه باربريز قدامي، باربريز الوراني، الجاجه ديال الباب الوراني. الاخ ديالي بانه قال لك تيشوف ملي كان تيطلع لي انه واحد بالسيف ديالو تيضرب. حنا راه ولينا في هادو، راه ولاو عصابات، راه ما بقاش هذا الشيء، راه ما بقاش ماشي هذه ما بقاش رياضه. وتنطلب من الناس مسؤولين انهم يراقبوا هاد الناس، لان هادشي ولا تيخلع الشباب. عمر مدينه الدار البيضاء يعني ما كنتش كتشهد بحال هاد الشغاب هذا. راه انا قلت لك عندي فيديو تيوثق ذلك، انا غنوريه لك الفيديو بانه عندي سمعتي عندي فيديو تيوثق بان الجمهور مع هذيك الخمسه مشاو للتسباسه وغاديين والتهليلات وغاديين تيشجعوا وفي الروتور ديالهم اخويا تيدخلوا في الزناقه وتيكسروا في السيارات. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.